ازيكم رجاله عاملين ايه؟ معاكم جيجز جي في فيديو جديد. ادينا جانا لكم على طول بفيديو فيفا الار تي جي الحلقه الرقم 8، وعايز اوريكم كل حاجه جديده اول باول، ومش عايز اغيب عنكم غيبه طويله قوي دي. وبصراحه احنا عايزين نوصل ل 300 سبسكرايبر بصراحه قبل ما رمضان يخلص. مش صعب عليكم او صعب، احنا لسه مفيش فيوز كتير. ودينا دلوقتي في الفوتو تشامبيونز معانا 20 نقطه، لعبنا 12 لعبنا 8 وناقص 12، وده الفريق بتاعي الاخر تعديلات. طبعا الاسطوره بنزيما، السفاح بنزيما طلع بره الفريق، بس بصراحه طلع في السبز، يعني بصراحه هو كان فتاك معايا، يعني 135 ماتش وجاب لي 310 جول و156 اسيست، يعني بصراحه عالمي. طبعا سكروس جديد بصراحه عالمي برضو، بيلعب كام 17 ماتش 15 جول 7 اسيست، هو بصراحه عالمي. واحنا بنلعب 3 5 2 دي شكلها في الماتش، مارسيال فينيسيوس سكروتس وكده، يعني انتوا شفتوها خلاص. دينا بنلعب على بينج 58، وادي الفريق بتاعه. اوبا بركة الله، هو كوزا كده داخل جوه قوي كده ليه؟ يعني مش ايه ده يا كوزا، ايه ده يا كوزا، انت لو عايزهم يدخلوا فينا جول مش هنقول كده، بس انا طلعت الجون مفيش حاجه، يعني ده رونالدو يعني عادي، وكوزك طالع يجري، ف مش عارف هو اللي جامد ولا في ايه. يلا فابينيو مش ان هو، يعني انا حاطه سي دي ام بصراحه، لان انا مستخسر ان هو يعني مش اصلا ما لعبوش، هو سي دي ام يعني لا طاقته مش احسن حاجه سي دي، بس هو جسمه كويس فيعتبر هجومي شويه. دي جون تاني تقريبا، اكتر حاجه جملها قلتها فيفا السنه دي يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح. شطه، انا كان قصدي تاكل او انترسبشن. يلا يا جنش، يلا يا مارسيال يا عالمي، هدف تقليص الفارق. يلا يا مرسيال، هو ساب الكرة ليه؟ نفسي اعرف الكرة دي جون عشان انا ما اعرفش ساب الكرة كده ليه، بس نزلت من كمية الكورنرز دي. يلا بقى هرنانديز، يلا هرنان اوف. لا وحش قوي، وحش قوي. طب ليه طرد دي اكيد وش طرد، ايه ولا حاجه كمان. الله بص بقى، دي بتاعتنا ان شاء الله مش بتاعتنا. صلاح بص، انا في حركه جديده تاني. اوف فينيسيوس، تبقى والله العظيم ريحتني، والله العظيم ريحتني. اوب لا، انا كان عايز ده المارسيال اصلا يا جندوزي، انا نشنت على مارسيال. اوف لا، ده بنزيما يا قلت لك ده بنزيما. شرف ايه فكره ان احنا نستقبل نخش فينا جول كده من البدايه؟ يعني على الله، ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ والفريق اللي بعده بيلعب لسه يا يا يا، وانا الفينيشنج عندي بقى وحش قوي. الفينيشنج بتاع اوف، الفينيشنج بتاعنا كعمر مش كلعيبه. صلاح فاضي وكان فاضي مسك. ايه يا فابينيو بتجري مع خيال، ما بتجري مع صاحبتك، ايه ده؟ انت ترفع سكات
خش بقى، خش عليه خش عليه خش عليه. الحمد لله تسلل، الحمد لله بفضل الفضل الاوفسايد تراب، وداني الجنه الاوفسايد تراب. مصطوش وعرف، عرف ان انا عايز العب هرنانديز، عرف بس انا جامد. يلا يا مارسيال، يلا يلا يا شكرا. دي ضربة جزاء، ضربة جزاء. يا رب. بص هتقعد تجري لي كده، تمام. الدنيا اصلا بيشوط عندي. الحمد لله هدف اول. اسجد يا ابني، اسجد يا ابني، احنا في رمضان. اوف جليتش. يا سلام على لعب الفير، سبحان الله. صلاح انا مبصي بصراحه من بدري، سبحان الله، شكله هيبقى ماتش تحفه. شكلنا هنفطر بعد نص، بعد ربع ساعه من الاذان ولا نص ساعه. المفروض يعني المفروض ايه تاني عشان احط الكوره يعني. اوف الحق يا كوزه، احييه. اكيد عليها، اكيد عليها، اكيد. يا رب تظبط يا مارسيال. طبعا تظبط. مين تظبط؟ مين تظبط؟ تظبط مين؟ 12 شوطه، اكسبكتد جول 6.2 وهو 7 شوطات، والاكسبكتد جول بتاعته 2.4. يعني هتضيع، هتضيع طبعا، هتضيع. طبعا هتروح للي هيجيبها جون ازاي يعني. طب يا صلاح، الله يا صلاح، حبيب قلبي يا صلاح، والله العظيم انت قلبي يا صلاح. شكرا يا مارسيال اللي انت قدمته، بس روح لامك. انا بقول بنزيما، انا بقول بنزيما ان شاء الله. اجري انت اسرع. فينيسيوس، بنزيما، يا يا قلبي. يلا يا بنزيما بقى، هذا هو قلبي، هذا هو قلبي. بنزيما هو قلبي. الماتش ان شاء الله يفتح. لا ايوه كويس. الماتش اوف، الحمد لله. كورنر، كورنر يا ابنها حلوه. لا 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 لا، جانديوزي جانديوزي جانديوزي. فابينيو، فابينيو السفاح، السفاح فابينيو، فابينيو. الحمد لله، الحمد لله. ما تنقطش، اتنقط ولا ايه؟ لا 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 لا. شيت. بص انا 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 بص انا هضيع الوقت ده، انا كده الماتش ده شكله مش ماتش، الماتش ده شوف. انا بص انا هضيع الوقت لغايه لما هو يبص مع نفسه بقى. نكسب ماتش، كسبنا ماتش، واحنا كسبنا ماتش. الحمد لله معانا 24 نقطه دلوقتي. يا رب يا رب يا رب يا رب. زمالك ده مصري يعني كده كده سكيل. انا بعرفش مش كده، بهبت كده بالسكيلز. مرسي اوبا يا مرسي. يلا مين ده؟ انا ما اعرفوش. بس انا لو كسبت او خسرت فانا ليا شرف في المحاوله ان العب، العب ضد الفريق ده وقدام حد مصري، بالذات انه مصري. الله 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 يا فونت. يلا 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 يا سكراتس، سكراتس 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 سكراتس. يا سكراتس يا قلبي، يا ريتك انت دخلت شوف مع نفسك بقى. يا 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 كانت قريبة جدا.
مارسياتو التالت، التالت من مارسيال. اخرج بقى يا عم، اخرج يا عم، 3-0 يا عم، يا عم 3-0 يا عم، وعامل لي فري جامد وخايف منك ومش خايف منك. بتاعتك دي كلوس، بتاعتك دي كلوس. لا كده لازم ندخل جون. الله يا مارسيال، يا مارسيال يا حبيب قلبي، ودخلنا جول مارسيال. خلاص ده ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، بدون مقاطعه، بدون مقاطعه، هذا هو مباراه، هذه هي مباراتنا يا حبيبي. وانا عيني، لا 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 لا، اوبا ما عادش تقول. تمام 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 قوي. يلا يا فينيسيوس، فينيسيوس، فينيسيوس يا ولا، يا ولد انا عمري، يا ولا يا ولا يا ولا. فانا دخلت 5 عشان كده مش عايز نفرح بدري قوي، عشان نخش جون دلوقتي ونلبس، نلبس جون دلوقتي. ده اللي عمله انا، مش عايز البس جون، مش عايزين نفرح بدري. اوف اوف، خلط، انا خلط الصراحه. الله الله الله، انا صراحة عمري ما صدق ان هي كانت جول، بس بصراحة لازم لازم يعني، انا عايز اكسب، انا عايز، انا عمري ما صدق ان هي. لا 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 على الهبال، يا لهوي على الهبال. انا مكانك يا باشا اطلع، والله اطلع. خلاص يا ابني، يعني الفيفا ضدك وانا ضدك. فينيسيوس يا فينيسيوس، بنجامين سكراتس. اوبا يا ابن، اخرج يا ابن، اخيرا هتخرج. ايوه ايوه، الاحتمال بتاعي الجامد. يا طيب يلا بقى نشوف. اوب ادي ال 24 لل 28 يا ولا. يلا يا جماعه، السلام عليكم، انا 28 نقطه ولسه صنع 10 ماتشات، فاحنا كده في السليم خالص. ولعبنا الاول ماتشين كده عبط، وبعديها 3 ماتشات تقريبا كل شويه نخرج، وبعديها كسبنا ماتشين. فالحمد لله فيفا النهارده ابتسمت لنا ابتسام غير طبيعي، وهي بقى لها فتره سنه بصراحه مبتسمه معايا، بصراحه بقى لها فتره مبتسمه. تشكر عليكم يا جماعه، ورب يكون الفيديو عجبكم، والكل اللي اتبع الفيديو دي عجبته في الزمالك والزمالكاوي، هو زمالكاوي عشان كده. والله لو كان فريق حاجه ثانيه مثلا الاهلي كان زمان خسر طبعا، عشان هو الاهلي، يعني الاهلي فوق كده. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم لايك، ما تنسوش تشتركوا على الفيديو وتشوفوا المسابقة، كومنت فولو فايك. يلا يا جماعة فركش.